المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في الحنين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وتمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات الوافيات الغزالات المتتبعات على القناة ديالي. أكيد أكيد الهام شنال. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بتخسيس الوزن أو لنقصان الوزن بواسطة وصفة إن شاء الله اللي غتكون عبارة عن علاج موضعي، يعني وصفة اللي غندهنوا بها اي منطقة فيها وزن زائد وغنتخلصوا من الوزن الزائد في ظرف 3 ايام فقط، يعني متتالية ولا على التوالي بلوتو، يعني يوم ورا يوم ورا يوم، يعني ما نستخدموهاش يوم يعني 10 ايام لا ومن بعد عاود ثاني نعاودوا نستعملوها. هاد القضيه هذه او هاد المساله هذه ما ناجحاش نهائيا في اي وصفه، ماشي غير في هاد الوصفه، دائما طبقوا الشروط ديال الوصفه باش ان شاء الله تنجح معنا وتعطينا نتائج مرضيه للجميع. فهاد الوصفه ان شاء الله غنستخدموها 3 ديال الايام على التوالي او 3 ديال الايام متتاليه، وغنحصلوا على بطن مسطح بدون ريجيم بدون تمارين. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تطبقوها ولا تستخدموها ولا تجربوها بليتو وتقولوا لنا كيفاش جاتكم، واش عجبتكم ولا لا، واش تواتات معكم ولا لا. نرحب بالسيدات، فمرحبا بكم في القناه، مرحبا بالبنات في القناه اوسي، ومرحبا بالوصفات ديالكم. الا كنتوا اول مره غتشاهدوا هذا الفيديو ولا اول مره غتكتشفوا معنا هذه القناه فمرحبا بكم، وما تنساوش واحد الاشتراك، يعني تكبسوا على كبسه الاشتراك اسفل هذا الفيديو هذا، وايضا ضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، واي فيديو ان شاء الله نزلته في القناه تشاهدوه نتوما الاولى. وما تنسونيش بواحد بيج لايك كبير، اكيد زر لايك حتى هو موجود اسفل هذا الفيديو، وتخليوا لنا تعليقات واستفسارات، فاكيد كنرحب بكل تعليقاتكم، بكل اقتراحاتكم، بكل التساؤلات ديالكم على راسي وعينيا، اي تساؤل ما جاوبش عليه فمرحبا به في خانتي التعليقات. باش ما نطولش لكم اكثر، نمشي باش نتعرفوا مع بعضنا البعض على مكونات هذه الوصفه، هذه طريقه ديال التحضير ديالها وطريقه ديال الاستعمال ديالها. بالنسبه لهذه الوصفه البنات غتجيكم شويه عجيبه غريبه، لانه غيكون فيها الفلفل الاخضر، فالفلفل الاخضر البنات رائع جدا، مؤخرا استخدمته عدة وصفات بخصوص يعني تخلص من الوزن الزائد، الحمد لله لقيت عليه نتائج مزيانه، فغادي نستخدمه لكم في هاد لاغوسيت. نتمنى حتى نتوما تجربوا هاد الوصفه هذه اللي فيها الفلفل الاخضر، وتكتبوا لنا في لي كومونتير كيفاش جاتكم. الا كنتو ديجا مجربين الفلفل الاخضر في الوصفات ديال التخسيس، فما تنساوش تخليوا لنا تعليقات ديالكم، يعني كيفاش كانت الوصفه، واش ناجحه ولا ما ناجحاش، يعني تخليوا لنا كل هاد التعليقات فانا ارحب بها اكيد على الراس والعين. فغادي نحتاجوا كاول مكون، وهو مكون رئيسي معنا في هذه الوصفه، هو الفلفل الاخضر. فانا هنا خديت فلفل اخضر متوسط في الحجم، وصراحة شديته وطحنته ما بشرتوش، لكم حرية ديال الاختيار، اما تاخذوا الفلفل الاخضر يعني طحنوه ولا تبشروه. بالنسبه لهذا الفلفل، راه فلفل اخضر حلو، يعني ماشي الحار، وانما الفلفل الاخضر اللي كيكون يعني مشكل الوان، كيكون الاخضر الاصفر والاحمر، يعني هذاك اللي كنطيبوا به الفشيوات وفي الاكلات، يعني ماشي الفلفل الحار كما تنقولوا حنا، هذاك نهائيا ما يتستخدمش، فقط الفلفل الاخضر كما تنقولوا عليه حنا يعني مشكره بالمغربيه الدارجه ديالنا، فهو اللي استخدمت انا هنايا، وخديته كما قلت لكم وطحنت في المولينكس وصبح لي بهذا الشكل. نتوما الا بغيتو تبشرو غيكون افضل، لكم حريه ديال الاختيار. صراحه انا جاني من الاسهل انه يطحن على انه يتبشر، الا بغيتو نتوما تبشروه بشروه، بغيتو تطحنوه طحنوه، فلكم الحريه ديال الاختيار. وانا خديت غير فلفل اخضر واحد، يعني غير صغير ماشي كبير بزاف، نتوما الا بغيتو تاخذوا يعني فلفل اخضر كبير فلكم الحريه ديال الاختيارات ديالكم على حسب نتوما شنو بغيتو وشنو ما بغيتوش. وبالنسبه الثاني مكون اللي هو يعني زيت الزيتون، زيت الزيتون البنات راه رائع جدا جدا جدا، يعني للتخلص من الوزن الزائد، كيخلصنا حتى من الخطوط الحمراء، يعني كيساعدنا في التخلص من الخطوط الحمراء والبيضاء. ان شاء الله نحاول ندير لكم فيديوهات قادمه على التخلص من الخطوط الحمراء والبيضاء بزيوت طبيعيه رائعين جدا البنات، غتشكروني عليهم. فكونوا مشتركات في القناه وكونوا ضاغطين على زر الجرس ان شاء الله باش توصلوا بكل ما هو جديد. وبالنسبه لثالث مكون معنا البن او القهوه، غير هي القهوه البنات راه ماشي حبيبات، اما
تاخذوا حبيبات وتطحنوهم، اولا تاخذوا البن اللي كيكون هكذا بودره ماشي يعني هكذاك في الحبيبات، باش هكذا يساعدنا على انه الوصفه ان شاء الله تنجح معنا. فاذا كان عندكم هذا البن هذا، انا نوريكم، الا كان عندكم هذا البن هذا البنات اللي كيجي هكذا حبيبات، فشدوه وطحنوه. ان فطحنوه راه غتصبحوا يعني غيصبح لكم البن ولا القهوه بهذا الشكل هذا. داكشي اللي درت انا شخصيا. والا بغيتوا تستخدموا البن اللي كيكون هكذا بودره فاستخدموه، كيكون متوفر يعني عند الناس المختصين في بيع التوابل وهاد المسائل هادو، فلكم حريه ديال الاختيار. وغادي نحتاجوا البنات البلاستيك الغذائي ولا السلوفان ولا النايلون، يعني هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجوه في هاد لاغوسيت هادي. بعد ما تعرفنا على كل هاد الاشياء ندوزوا الان الطريقه ديال التحضير، الطريقه ديال استعمال هاد لاغوسيت هادي. فبسم الله على بركه الله. فانا البنات غادي ناخذ يعني هاد الفلفل الاخضر بالكامل ونضيف له المكونات. نتوما الا بغيتوا تستخدموا غير النصف ديال هاد الفلفل الاخضر فلكم الحريه ديال الاختيار، ممكن تاخذوا غير النصف ديالو، فانا غناخذه صراحه بالكامل. فغادي نضيف له يعني واحد ملعقتين من زيت الزيتون وغادي نخلطوا الكل. الا كان البنات مطحون فكيسهل في العمليه ديال اننا نطبقوه على يعني الجسم ديالنا، كيكون ساهل يعني باش نطبقوه. نتوما الا ما بغيتوش كما قلت لكم تطبقوه على الجسم ديالكم بحال هذا الشكل يعني مطحون، فممكن تبشروه. فغادي نزيد نضيف البن اولا القهوه البنات اللي كتكون يعني ما فيهاش حبيبات، كتكون يعني ديجا مبشوره، ديجا عفوا يعني مطحونه، يعني كنطحنوها عاد كنستخدموها. حاولوا نزيد نضيفوا البن اللي كيكون مطحون. نعاود نزيد ثاني نضيف البن، انا غنضيفو تقريبا بالكامل لانه ما بقاش عندي بزاف، غنضيفو يعني الكميه المتبقيه كامله ونخلطوا الكل باش هكذا يصبح عندي خليط متماسك ومتجانس في نفس الوقت. في الوصفه البنات كتصبح بهذا الشكل هذا، يعني وصفه غزاله فيها واحد الرائحه يا البنات كتحمق. فبعد ما كتصبح لينا بهذا الشكل هذا كناخذوا اي منطقه فيها وزن زائد، مثلا منطقه البطن، لانه بزاف السيدات كيسولوني على منطقه البطن خصوصا. فمثلا منطقه البطن كناخذوا القليل من هذه الوصفه هذه كندهنوه على منطقه البطن مع مساج خفيف ظريف لمده ديال 5 دقائق، ومن بعد كناخذوا البلاستيك الغذائي ولا السلوفان ولا النايلون وكنعملوه على المنطقه ديال البطن. بالنسبه للسيدات اللي كيسولوني شحال من لفه نلفو، فانا كنصح بخمس لفات الى ما فوق باش هكذا البطن يزيد يعرق، خصوصا الا ما كناش غنعملوا حركات رياضيه في البيت ولا في المنزل. كما قلت لكم الوصفه في بدايه الفيديو فهي بدون ريجيم بدون تمارين، ف يعني الا ما بغيتوش تعملوا بعض الحركات يعني غير لا مارش، غير تمشي وتجي يعني غير تمشوا، فهذيك راه حتى هي راه داخله في اطار اننا يعني نعملوا بعض الحركات الخفافين الدرافين في البيت ديالنا ولا في المنزل. فممكن يعني نلفو واحد جوج تلفات ولا ثلاثه الا كنا غنعملو لا مارش. الا ما كنا غنعملو حتى شي حركه نهائيا فضروري ما نعملو يعني خمس لفات الى ما فوق باش الكرش تزيد تعرق وتخرج لينا دهون وبالتالي نتخلصو من الوزن الزائد. ف
فبالنسبه لهاد الوصفه هذه البنات كتبغي اننا نستخدموها 3 ديال الايام، سواء كنا غنعملوا لا مارش سواء ما كناش غنعملوها، المهم نعملوها 3 ديال الايام ونبقاو مداومين عليها البنات، وان شاء الله نكونوا متاكدين انه غتحصلوا على نتائج غزاله بزاف. بالنسبه لهاد الوصفه غتساعدكم حتى على التخلص من يعني الخطوط الحمراء والبيضاء مع المداومه، وان شاء الله فيديوهات قادمه غنجيكم غير بوصفه يعني غنهضر فيها غير على يعني الخطوط البيضاء والحمراء. فكونوا مشتركين وكونوا ضغطين على الجرس باش هكذا اي فيديو تفرجوا فيه نتوما الاولى وتستافدوا منه اكيد قدر المستطاع. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم كما شفتوا معايا سهله مهله. بالنسبه للسيدات اللي باغين يبقاو مداومين عليها اكثر من 3 ايام فما كاين حتى شي مشكل، ممكن داوموا عليها اسبوع اسبوعين شهر بالكامل، ما كاين كما قلت لكم حتى شي مشكل. وبالنسبه للسيدات اللي باغين يبقاو مداومين عليها غير 3 ديال الايام ويكتشفوا النتيجه فاكيد حتى هي ما كاين حتى شي مشكل، 3 ديال الايام على التوالي وغادي تبان النتيجه. فقط تعملوها كل ليله قبل ما تنعسوا وتعملوا 5 لفات من السلوفان ولا البلاستيك الغذائي لما كنتوا غتعملوا حتى شي حركه. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى انه نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم استفدتوا منها. وصفه يعني بالفلفل الاخضر كمكون رئيسي والفلفل الاخضر يعني الحلو، فنتمنى يا ربي انه الوصفه افادتكم. واي تساؤل اي اقتراح اي شيء ما فهمتوش فمرحبا به في خانه التعليقات على الرسول عين جاوب الجميع اكيد. مرحبا بالاقتراحات ديالكم لما لا الفيديوهات القادمه ان شاء الله، وموعدي معكم في الفيديو القادم. فخليت لكم لهنا وراحة البال، والى الفيديو ان شاء الله المجيء.